السؤال السابع: أي دولة تتشارك أطول حدود برية مع؟ يا نهار أبيض، سهل. 3500 جنيه، وسط 17500 جنيه، صعب 35000 جنيه. أي دولة تتشارك أطول حدود برية مع؟ سهل. ما دخلتش جيش حاتم؟ لا. كنت دخلت ورحت سلاح الحدود كان يبقى أسهل سؤال بالنسبة لك. دخلتش. أوكي، السؤال ب 3500 جنيه، وهو: أي دولة تتشارك أطول حدود برية مع المملكة العربية السعودية؟ تشاوروا بقى. أي دولة؟ يعني الدولة تشترك في حدود طويلة مع السعودية. أنا ماليش في الجغرافيا خالص. ده سؤال حضرتك ممكن ممكن إيه بقى حضرتك إيه؟ خسرنا كل حاجة. قول لي. دلوقتي أدي الخليج، خليج يعني ممكن تشوف حدود المملكة العربية السعودية إيه؟ أعتقد مصر. خد لك لفة كده. البحر الأحمر. حدود برية؟ لا، إحنا ما عندناش حدود. هي دولة مش بحر، دولة. ايوه، احنا ما عندناش حدود تقريبا. مصر ما عندهاش حدود خالص مع السعوديه. مفيش على الحدود السعوديه دي، مفيش. هي ممكن تكون حدود مع السعوديه. ايه البلاد اللي جنب السعوديه؟ طيب في الاردن. انا اعتقد ان هي ممكن تكون الاردن. في الخليج العربي. هو في ملك قبل كده راح من الأردن، الملك حسين، راح السعودية ولا مش عارف. حدود السعودية أكبر دولة تتشارك أطول حدود برية مع المملكة العربية السعودية. ممكن نقول العراق. شوف الحدود يا جماعة، شوف الحدود كلها. العراق. العراق والسعودية أعتقد برضو. لا، احنا ممكن يعني نشوف ايه الدول اللي جنبها. حضرتك تعرف ايه الدول اللي جنب السعودية؟ جنب السعوديه. هي السعوديه كده. 8 ثواني، 6 ثواني. لازم نجاوب دلوقتي. بعد اخر ثانيه لازم تجاوب. الاردن. الاردن اجابه نهائيه. اخر كلام. نقول ايه لا نقول ايه اخر كلام يا حاتم؟ لا. طب قول انت كلام غيره بسرعة يا جماعة. العراق مثلا، السعودية جنبها ايه؟ شمال جنوب، لفوها بسرعة. خليها في الشمال فوق. طب خليها العراق. قطر. العراق عشان قطر. في حرب العراق ساعة حرب 92. العراق ولا الأردن؟ العراق ولا ايه؟ السعودية ممكن تكون هي سحبت فعلا جنودها ساعة حرب العراق. حفر في العراق كان تقريبا. العراق. العراق وخلاص ولا طب عايز إجابة سريعة لو تكرر. عندك أنت إيه؟ أنا ما عنديش حاجة. العراق. إجابة سريعة. آخر إيه؟ آخر كلام إيه؟ قول أنت يا دكتور. آخر كلام. قول العراق وخلاص. وإحنا حصلنا. العراق. يلا عشان ممكن أحسبها غلط. العراق. العراق آخر كلام. الفراق صعب جدا لأن الإجابة خاطئة جدا. والإجابة الصحيحة هي اليمن. ما حصلش. يعني استمتعنا بيكم وانتم كنتوا قريبين في اخر سؤال على فكره. بنحيي ضيوفنا الاستاذ احمد والاستاذ حاتم. فعلا انبسطت. لا، نقول لبعض باي باي. باي باي. باي اولا الحمد لله انا اتضايقت شويه بعد الجيم، بس يعني الحمد لله اكيد اللي جاي هيبقى افضل. الجيم كان ماشي كويس، كنا ماشيين كويس لحد ما جه السؤال بتاع طبق البايلا، وبعد كده غلطنا في سؤال بعديه على طول. وطبعا انا كنت واثق جدا في عم احمد، فلاني يعني انا كنت
مستريح جدا وانا معاه والحمد لله على كل حاجه يعني. احنا ادينا له ثقتنا فيه قوي، بس هي كانت الخساره يعني ما كانتش كبيره قوي، وادينا له راينا ان هو ما ينسحبش. انا قلت له ساعه لما جه قلت له لا يكمل، لان كان المبلغ 7500 مش فارق. وبعدين انا بس كنت زعلانه على السؤال المكرونه، عشان كان نفسي يختاروا الاجابه يعني تبقى سهله، بس حصل خير وربنا يوفقه في حياته الجايه ان شاء الله.